رح نستقبل فورا اولى ضيوفنا ونحكي اليوم عن موضوع نستخدمه بحياتنا اليوميه واللي هو لغه الجسد وباشكالها المختلفه سواء عن قصد واراده او بشكل عفوي من دون ما نشعر على حالنا، وخاصه الحركات اللي جسمنا بيعبر عنا ونحن بلساننا بنحاول نكبتها. صحيح ورد، يمكن في الكثير من الحركات ممكن جسدنا يعبر عنا ونحاول انه نوصل رساله للطرف الثاني، وخاصه بالجلوس او المصافحه. اليوم رح يكون موضوعنا عن هالشغلتين، عن الجلوس والمصافحه، وكيف ممكن نوصل المسجات يلي بدنا اياها للطرف الاخر بطريقه صحيحه. كل هاي التفاصيل واكثر رح تخبرنا اياها الخبيره في لغه الجسد الاستاذه رولا عبدوس. صباح الخير رولا، اهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. صباحك استاذه رولا، اهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه نحكي عن الانطباع الاول او اول كم شغله نحن بنعملهم لما ندخل على مكان، سواء لناس بنعرفهم او ما بنعرفهم، هو بنسلم عليهم وبعدين نختار مكان وبنقعد فيه. طبعا. السلام وطريقه الجلوس قديش بيعبروا عننا؟ اول شيء وقت نحن عم نفوت ونسلم هي شخصيتنا اللي عم نعبر عنها. هل هي شخصيه واضحه؟ هل هي شخصيه غامضه؟ حابه تنفتح على الاخرين او حابه تقول اتركوني بحالي؟ هي الانطباع الاول اللي حيبلش بابتسامتنا مع المصافحه. بالتالي الجلوس هو وين بيقولولنا تفضلوا نحن رح نقعد، طبعا باشاره ايدهم اللي هي تفضلوا، فنحن بنقعد بالمكان اللي هن بيقولولنا عليه. اها تمام تمام. يعني نحن بنختار المكان اللي بنقعد فيه وبنختار كيف ندرب حالنا لنسلم على العالم. طيب صحيح. اذا انتقلنا لموضوع المصافحه بالبدايه، عن جد إلى أنواع، شو هي الأنواع اللي بتخلف؟ أكيد إلى أنواع، وأنواعها هي حتى كمان لبعدين بتدل على هاي الشخصيات اللي عم تسلم. ففي من أنواع المصافحة العادية المتساوية، في عنا المسيطرة، في عنا الخنوعة، خلينا نقول إنه أنا ضعيف، في شيء اسمه مطحنة المفاصل، في شيء اسمه السمكة الميتة. السمكة الميتة؟ تمام. هي أول مرة بسمع فيها أنا. تمام. هي بتصير من كتر ما الإيد بتكون مرخية، فكأنه أنت يعني كأنك عم يعني زيادة غلط بتكون يعني. طب هي أكيد أنواع المصافحات مثل ما كنتي عم تحكي، هي بتدل على نوع شخصيتنا وعلى الكاركتر تبعنا أو حتى على الانطباع الأول يلي حابين نتركه عند الطرف الثاني. نحن كأشخاص ممكن عن جد الحالة النفسية تبعنا أو مثلا حالتنا الجسدية، ممكن مثلا مرة نسلم باهتمام، مرة يكون سلام من بعيد لبعيد، كيف ممكن ننتبه على هي التفاصيل إنه ما تترك انطباع سلبي عند الطرف الثاني؟ نحن دائما لازم نعرف انه الثاني ما دخله فينا، ما دخله باحاسيسنا، باوجاعنا، باتعابنا، هي كلها ما دخله. هو شو ذنبه اني انا عامله بطريقه انا تعبان او انا هلا معصب؟ فهي الحركات كلها بدنا ننتبه لو يكون انطباعنا واحد للجميع. فبالتالي مصافحتنا اللي لازم تكون هي مصافحه عاديه تدل على انه انا شخص عادي، لانه هي بتدل على شخصيتي مو على تعبي الجسدي، على قديش انا متوازن بهذا السلام. صح تمام. إذا رجعنا لكل نوع من الأنواع اللي ذكرتيهم، خلينا نبدأ بالمصافحة اللي هي طحن المفاصل. طبعا. ليش بنستخدمها وشو بتدل على شخصية؟ هلا يفضل ما نستخدم غير مصافحة معينة، بس ليش بيستخدموها الآخرين؟ كيف بيستخدموها؟ هي طبيعتهم، لأنه كل مصافحة تدل على صاحبة، بالتالي أنا بقدر أعرفه عن طريقة هي المصافحة. مطحنة المفاصل هي شخص بيسلم بقوة كتير، بتحس عظامنا تكسر وهو عم يسلم عليها وكأنه بدنا نتحارب. هو ممكن ابدا ما يكون هيك، يعني هو ما هو شخص عدائي، هو ممكن يكون اضعف من هيك، هو شخص عم يقول انا قوي، انا ماني خجلان. بس هو بيكون خجلان، بيكون متوتر من الجو، بيكون في لبكه عنده، وممكن يكون عم يتحدى. فهي بدنا ناخذ كاركتر عام، هو مين وكيف فايت. طب رولا، نحن كاشخاص كيف فينا نعرف هذا الكاركتر مين؟ يعني هو المسج عم بيوصلنا اياها انه شخص هو قوي او حتى عنده قدره انه او سلطه قدران يفرضها على الموجودين، بس هو مثل ما انت عم تحكي بالباطن ممكن يكون عم بيخبي ضعفه او خجله. نحن كاشخاص كيف فينا نعرف اذا هو هي شخصيته الحقيقيه وعم يرجينا شخصيه اخرى؟ هي اكيد ما سلطه، هي قوه، هي عم يقول لي انا قوي فهابيني او خافي مني، مو سلطه احترميني او سلطه انا اعلى منك. هي الى وحده ثانيه، الى مصافحه ثانيه. هلا بهذا النموذج اللي هو طحن المفاصل عم يقول انه انا قوي كثير، يعني انا قوي يعني ممكن يكون عضلات مثلا، او ممكن جاي يقاتل، يعني جاي زلمه يقاتل امامي وجاي من النادي تمام. عم يبلش يخرطش دغري بالمصافحه. فيه يكون انه مثل ما قلت انه هو فايت على بيته خجلان، بس انه صار له زمان مو شايفهم مثلا، فهو بده يفوت يسلم، فبيسلم بهي القوه.
هلا نحن كيف فينا نتجاوزها؟ هلا نحن اذا بنعرف هذا الشخص جاي هيك ففينا دغري على باطن الايد نحط باطن ايدنا على باطن ايده، فما فيه يكمش ايدنا المسكه اللي بدها تطحن المفاصل اللي هي اكثر شيء بتوجعنا من هون يعني، فهو ما بيطحننا فنحن دغري بنحط الايد الباطن على الباطن اذا بنعرف انه هو من هي الشخصيات. او منشد ايدنا، منشد ايدها يعني من مثل من يبسها يعني لايدنا ونحن عم نسلم عليها يعني ما بنتركها لراحتها. اوكي تمام، فبنكون تجاوزنا هذا النوع من المصافحة. أوكي. طيب خلينا ننتقل لنوع آخر كمان من أنواع المصافحة، كيف بيكون شكله وشو الشخصية اللي ممكن يدل عليها؟ في ناس بتحب السيطرة فبتسلم عليكي من فوق، أنا أعلى منك فبسلم عليكي من فوق، فالتاني بيصير إيده هيك لتحت فكأنه عم يقول له أنت اللي عم تخضع لي وأنا اللي فوق. هلا بهي الشخصيات في الطبيعية في السياسية. الناس الطبيعية بحياتنا ممكن نحط إيدنا، ممكن نراوغ شوي بشي حركة. هلأ حتى السياسيين بيراوغوا، ممكن ياخدوا خطوة على اليسار، فإذا أنا هيك وعم باخد خطوة على اليسار فقلبت كفه لقدام للمساواة، ممكن أخد خطوة يسار لقدام خطوة صغيرة، فبالتالي أنا عم اتجاوز مساحته الشخصية، فبيكون هو عامل لي هيك بصير عامل لي هيك لأنه حتى المساحة صارت قليلة. هذا الشخص المسيطر فأنا بدي أقول له لا تسيطر علي، بس القصة مو مكاسرة أنه بنزل وبطلع أنه لا أنا فوق لا أنت فوق، تمام؟ فبدي أخذها بهذا أنه أنت مو منتبه أنا مو منتبه. بس مثل ما أنت عم تمرق مسجات باطنية أنا كمان مرق مسجات باطنية قدام، أنه أنا فهمان عليك بس مو قدام العالم. ممكن يستغربوا بعض المشاهدين من اللي عم نحكي، ولكن في كثير محللين خطب الرؤساء وحتى لقاءاتهم لما يعملوا زيارات دبلوماسية رسمية بيتفننوا بتحليلها وتحليل لغة الجسد، وأنه سلم من اليمين ولا يسار، قعد هيك لف رجل على رجل، قعد طلع لفوق طلع بالأرض، كلها لغة الجسد معناها بتكشف كثير تفاصيل في مصافحة. فضل فيني بس كمل للسيطرة أنه هي من إحدى على شغلاتها كمان أني أنا بقدر حط إيدي الثانية فوق إيده، ما هو مسلم علي هيك من تحت فأنا إيدي اليسار استخدمها هيك. هلا ممكن يكون هو هي هيك مو بس سيطره، هي فيها تكون للود اني انا احط ايد فوق ايد بس بتكون متوازيه. تمام، يعني في ناس بيقولوا لي انا من الود بحط هيك، بقولهم بس هذا الشخص الثاني ما بيكون عامل السيطره، بيكون عامل المتوازات، وانا لاني بعز الثاني فبحط هيك. اوكي طيب في مصافحه اللي بتكون خجوله، بتكون بروس الاصابع صح، او حتى مثل ما قلتي السمكه الديد فيش الميت اللي مرخيه اللي مو عارفان انا بس هيك يعني انجا ماسك ايدي الثانيه وبالايد عم سلم. تمام، شو نوع هالمصافحات؟ هذا بدل على غرور، يعني اللي بيسلم بروس اصابعه هو شخص مغرور، فهذا الشخص المغرور انا بدي اقول له مو علي، فبالتالي كمان عندي جواب اني انا بدي فوت كل باطن ايدي لايده حتى لو اضطريت امسك له اياها واكمشها، بس مو اكمشها يعني شو هالعين الماكينه. لا بدي اسالك انه ممكن مثلا الشخص يعني فعلا ما يعني لك كيف سلم عليك، انت حتشوفي هالثلاث ثواني مثلا وخلص حيروح بحياته، انت حتروحي بحياته حتروحي بحياتك، صدفه اجتمعنا فيها. امتى لازم نحن نوصل هاي المسج للطرف الثاني انه نحن فهمنا عليك طريقه المصافحه او نعدل طريقه المصافحه، وامتى ممكن تمر مرور؟ تمام، هلا هي صارت شقين تقريبا. هلا الشق الاول اللي حضرتك اصلا ذكرتيه بالبدايه اللي هو دليل انطباع، عفوا انه هو انطباع عندي، فاي حدا عم يسلم علي هو كون انطباع، على الاقل انا ما بدي كونه عنده، فاذا انا ما بيهمني انطباعه عندي اوكي ممكن اتجاوزه. تمام، هلا الشق الثاني امتى بيهمني هذا الموضوع؟ بيهمني بالعمل، بالحياه الاجتماعيه اللي شوي بتكون جديه، ما بتكون فيها خوش بوش اذا فينا ما تكون، بس انه كل شيء في عمل في سياسه في اجتماعات انا لازم انتبه على الاقل، لانه انا هلا بعرف فانا صرت هلا المحترفه، انا على الاقل ما بدي سلم هذا السلام، اذا بدي رد له فبدي رد له بكل لطف، ما بدي ابدا احسسه انه انا عم رد لك، لانه بتصير بقى كلنا بشيء هي طبعا مو واحد اثنين ثلاثة، يعني ما انا شفتها لاستاذ يرو لهلا رايح لصافحة معناتها انا بدي صافح من اليمين ليسار، بدي مد ايدي فوق تحت شد لا ما شد، لا هي بتجي عفوية ونحن بالتدريب ممكن تصير. طيب ختاما نحن في مصافحات تترافق باشياء ثانية، مثلا مصافحة مع نظرات عين، مصافحة مع تربيت على الكتاف او حتى ضمة او حتى قبولات، نحن بالشعب العربي بيحبوا هالقصة، شو دلالات كل منا اذا ربتت على الكتاف انا او حتى اذا نظرت نظره غلط بالعين؟ تمام، هلا بهي القصه بده يكون بلشنا نحن بمرحله الود، اذا انا بدي ربت او انا عم اقول له
انه انا اقوى منك. هي بنشوفها كثير بين الرؤساء، اذا حدا سلم والكاميرا على ايده اليمين فالثاني بده يقول له انه صح انت اليمين هي، بس ليك انا عم ربت على كتفك قدام العالم، معناتها انت البيبي تبعي، انت الطفل، انت المساعد. هي بتصير بقى شوي سياسيه. هلا بالود بدها تكون نظره خفيفه، اما بالصرامه فنحن عم العيون عم تصير حدي، عم تصير عم اقول له انا في تحدي، في ثبات، ما انه في ود عين طريه يعني مثل ما بيقولوا. هي كلها متتابعه لغه جسد كامله. في برجع بذكر التربيت، ممكن يكون نت، ممكن يكون انا بحبك كثير او انا بعزك كثير هذا الشخص. بدنا ننتبه لعلاقتنا نحن المجتمعات طبعا، انه اول مره بشوفك بنزل فيك تربيت ومباوسه. لا كثير بدنا نحافظ على حدودنا، لانه الشخص الثاني انه طيب انه مين قال لك انه انا بدي اقرب، هي مساحتي الشخصيه وهذا كتفي وهي ايدي، حتى ما بقرب تخيلوا عن معصم، يعني انا كل سلامي بيكون هو كف لكف مو معصم، حتى لاني بكون تجاوزت مساحه ايده الشخصيه. لهالدرجه نحن بدنا ننتبه للتفاصيل. بس كان في نوع سلام حابه احكي عنه، لو سمحتي. هو السلام احيانا بيكون من الشاب للبنت، هيك احيانا بيجي هيك للود الزائد، هو اللي بيسلم عليها بتكون ايده لتحت مو من فوق، فكانه عم يقول لها انت ملكتي او انت اميرتي. هلا هذا كثير حلو ومحبب، بس يفضل لا يستعمل للتطبيق، يعني يكون بشيء كمان بصير بشيء ثاني. يعني بالختام بدنا نتشكر كثير على وجودك معنا، على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. يسعد لي صباحك يا رب. صباحك ميرسي. شكرا كثير لك.